Hello, my dear primary five students, and welcome to a new English life session. طلاب الأعزاء طلاب الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر للغة الإنجليزية. معاكم مسز دينا مسلم، والنهاردة إن شاء الله هنكمل سوا unit 3 How do I look? And today إن شاء الله we're going to study lesson 3 and lesson 4. هنذكر الدرس الثالث والرابع من الوحدة الثالثة. Let's start with our objectives. إيه أهدافنا النهاردة؟ By the end of this session you will be able to practice using the infinitive of purpose. هنتعلم إزاي نستخدم الانفينيتيف اللي هو to والمصدر من الفعل للتعبير عن الغرض. هنتعلم ده كمان شوية. Read a traditional folk tale. هنقرأ كمان قصة من اللي هي القصص الخرافية. Folk tale اللي هو القصص الخرافية، يعني حاجة مش حقيقية. And learn how to say past simple endings the, ta, and id. وكمان هنتعلم سوا ونتدرب إزاي ننطق النهايات بتاعة الأفعال في زمن الماضي البسيط اللي هي بتكون ليها ثلاث أشكال للنطق. هنبدأ أول جزء في السيشن النهاردة. Lesson 3 My Favorite Clothes and Exercise 1 Listen and Read. Faris is talking to his friend Thomas on social media. فارس بيتكلم مع صديقه توماس على مواقع التواصل الاجتماعي. What does Thomas want to know about? وفي هنا سؤال بيقول إيه اللي توماس عايز يعرف عنه؟ في حاجة هو بيسأل فارس عنها، هنعرف إيه هي. And in front of us في الصورة اللي قدامنا دي This is our friend فارس. ده زميلنا فارس، هنشوف بيقول إيه لتوماس. Hi Faris, can you help me? I'm doing a school project about Egyptian clothing. Can you give me some information? Hi Thomas. Yes, of course. What do you want to know? Well, what do you usually wear? I live in Sohag and it's usually very hot here. Today, I'm wearing shorts and a t-shirt. هنا توماس وفارس. توماس بيسأل فارس، بيقول له هاي فارس، ازيك يا فارس؟ Can you help me? ممكن تساعدني؟ I'm doing a school project about Egyptian clothing. أنا بعمل بحث للمدرسة عن اللبس المصري. Can you give me some information? ممكن تديني بعض المعلومات عن اللبس المصري؟ قال له Hi Thomas. أهلا توماس. Yes of course. أيوة بالتأكيد. What do you want to know? أنت عاوز تعرف إيه؟ قال له Well, حسنا. What do you usually wear? بتلبسوا إيه في أغلب الأوقات؟ قال له فارس I live in Sohag. أنا عايش في سوهاج، في مدينة سوهاج أو محافظة سوهاج. And it's usually very hot here. والجو هنا عادة بيكون حر جدا، لأن إحنا عارفين إن سوهاج من محافظات الوجه القبلي، فدرجة الحرارة بتكون مرتفعة شوية. Today اليوم I'm wearing shorts and t-shirt. النهاردة أنا لابس شورت وتيشيرت أو قميص أو تيشيرت. نكمل. Cool. Can you tell me about traditional Egyptian clothes? Oh, sure. Well, many men wear the galabeya. This is a long white robe that is very popular. Yes, I've seen it. It looks really cool to wear. Yes, it's cool because it's made from cotton. It's usually white, but you can get other colors too. The sleeves are long so we don't get sunburned. فتوماس هنا بيقول له cool، رائع. Can you tell me about some traditional Egyptian clothes؟ ممكن تديني معلومات أكتر عن بعض اللبس المصري التقليدي. Traditional يعني تقليدي. ففارس قال له Oh, sure. أيوة بالتأكيد. Well, many men wear the جلابية. العديد من الرجال بيلبسوا الجلابية. فتوماس قال له cool، رائع. Can you tell me about some traditional Egyptian clothes؟ ممكن تقول لي معلومات أكتر عن اللبس المصري التقليدي. Traditional هنا يعني تقليدي. قال له Oh, sure. أيوة طبعا. Well, many men wear the جلابية. العديد من الرجال بيلبسوا الجلابية. عارفينها طبعا الجلابية زي ما فارس لابسها كده في الصورة. This is a long white robe that is very popular. This is the long، ده الرداء الطويل الأبيض اللي هو مشهور جدا. Robe يعني رداء، و popular يعني مشهور أو منتشر. فتوماس قال له Yes, I've seen it. أيوة أنا شفتها. It looks really cool to wear.
دي شكلها فعلا مريحة جدا في اللبس. ففارس قال له yes it's cool، أيوة هي فعلا مريحة جدا في اللبس because it's made from cotton، لأنها مصنوعة من القطن. It's usually white، في الغالب بيكون لونها أبيض، but you can get other colors too، ولكن ممكن إن أنت تلبس جلابية بألوان مختلفة غير الأبيض. The sleeves are long، sleeves الكم بتاع الجلابية طويل، so we don't get sunburned، وبالتالي إحنا ما يعني مش بيحصل لنا حروق من الشمس في إيدينا. نكمل. Are there pockets? Yes, but they're hidden. You can't see them from the outside. Do you wear galabeas when you're celebrating a special festival? We do, and the clothes we wear for Eid, for example, are very beautiful. They can be colorful. Sometimes there are beautiful patterns on them. Thanks. Fairs. That's really useful. فتوماس بيسأله بيقول له Are there pockets? Are there pockets? هل ليها جيوب؟ pockets يعني جيوب؟ قال له Yes, but they are hidden. أيوة بس هم مستخبيين. You can see them from the outside. مش هتعرف تشوف الجيوب لأن جيوب الجلابية بتكون لجوه اللي هو حاطط إيده فيها أهي، فإحنا مش بنقدر نشوفها من بره الجلابية the outside. فقال له دي وير جلابيز when you are celebrating a special festival. بيسأله بيقول له أنت بتلبسوا الجلابية دي في مصر لما بتكونوا بتحتفلوا بمناسبات معينة؟ قال له we do، أيوة فعلا. And the clothes we wear for عيد for example، الملابس اللي احنا بنلبسها للعيد على سبيل المثال are very beautiful، بتكون جميلة جدا. They can be colorful، ممكن تكون ملونة فيها ألوان كتيرة وجميلة. Sometimes there are beautiful patterns on them، وبعض الأحيان ممكن تكون فيها نقوش جميلة عليها. Patterns يعني نقوش. فتوماس بيقول له thanks فارس، that's really useful، شكرا يا فارس، دي كانت معلومات مفيدة جدا. Now let's move to exercise 2. Read again and answer T for true or F for false. And number 1, Thomas wants to buy some Egyptian clothes. Thomas wants to buy some Egyptian clothes. كان توماس عايز يشتري بعض اللبس المصري. And it's false of course. طبعا ده كان غلط لأنه كان بيعمل مشروع للمدرسة عن ال Egyptian clothes، اللبس المصري. Number 2, Faris isn't wearing a galabeya today. Faris isn't wearing a galabeya today. Excellent, that's true. He's wearing a shorts and a t-shirt. Yes, bravo. Number 3, galabeyas are usually made from cotton. Galabeyas are usually made from cotton. مصنوعة من القطن. Yes, excellent, that's true. Number 4, galabeyas are always white. Galabeyas are always white. Yes, excellent, that's true. برضو هو دي كمان إجابة صحيحة. And the last one, galabeyas don't have pockets. Galabeyas don't have pockets. That's false. Bravo عليكم. In exercise 3, work with a partner. Talk about your favorite clothes or clothes you wear to celebrate. هنتكلم مع أصحابنا. أول partner بتاعنا، شريك بتاعنا in the conversation. وهنتكلم عن ايه؟ عن our favorite clothes، الملابس المفضلة اللي احنا بنحب نلبسها، او clothes you wear to celebrate، او الهدوم اللي احنا بنلبسها عشان نحتفل بحاجة معينة. Write three sentences in your notebook، ومطلوب ان احنا نكتب ثلاث جمل في الكراسة بتاعتنا. For example, we have two friends here، عندنا اتنين اصدقائنا هنا اهم. ف the first one says، اول واحدة بتقول I've got a striped dress. أنا عندي فستان مخطط. I love it. I wear it to celebrate شم النسيم. بحبه جدا وبحب ألبسه عشان أحتفل في شم النسيم. تاني واحدة صديقتها بتقول لها My favorite thing is my sweater. My favorite thing is my sweater. أنا أكتر حاجة بحبها في لبسي السويتر اللي هو السويتر. It's blue. لونه أزرق. And it has a pocket. وفي جيوب أو في جيب. I wear it when I travel. بلبسه لما بسافر. Okay. فأول واحدة قالت I've got a striped dress. I love it. I wear it to celebrate شم النسيم. وصديقتها التانية بتقولها My favorite thing is my sweater.
It's blue and it has a pocket. I wear it when I travel. Let's move to another exercise. Look and complete an exercise four. عندنا هنا بعض الكلمات اللي هنكمل بيها ال two sentences here about Marwa and Dream. عندنا Marwa and Dream. فعندنا إيه الكلمات built, built يعني حزام, costume, costume اللي هو اللبس التنكري أو الزي التنكري, crown, crown, tag, gloves, gloves, الجوانتي, pockets, pockets, ليو, and spotted, spotted, المنقط. Okay, so we have built, costume, crown, gloves, pockets, spotted. Number one, Marwa is wearing a dress with a space. Marwa is wearing a dress with a, yes, what's here? Excellent, with a belt. There are two, موجود في ايه? Two, yes, pockets, excellent. Number two, Reem is wearing a, Reem لابسة ايه? اسمه ايه ده? Yes, excellent, costume, زي تنكري. She looks like a princess, شكلها زي الأميرة. She has a face on her head. She has a crown, excellent, tag on her head. She has white face on her hands. لابسة إيه في إيديها? White gloves on her hands. Excellent all. Now, in exercise five, work with a partner, read and answer. Samih went to town to buy new Snickers. Samih went to town to buy new Snickers. So, why did Samih go to town? ليه Samih راح للمدينة? Yes, excellent, to buy new Snickers. Bravo, علشان يشتري كوتشي جديد. Number two, Nisma went to the kitchen to make a cake. Nisma went to the kitchen to make a cake. So, why did Nisma go to the kitchen? ليه Nisma راحت الكيتشن? To make a cake, yes, bravo. Number three, Tariq made a suit to wear to a wedding. Tariq made a suit to wear to a wedding. And why did Tariq make a suit? Why did Tariq make a suit? To wear to a wedding. So we have in the first sentence, ليه سامح راح للمدينة to buy علشان يشتري ليشتري كوتشي جديد. نسمة went to the kitchen to make a cake. ليه نسمة راحت الكيتشن لتعمل كيك أو لتصنع كيك علشان تعمل كيك. Number three, Tariq made a suit to wear to a wedding, to wear علشان يلبس أو ليلبس ليرتدي في حفل زفاف. So in language focus قلنا هنتعلم something called infinitive of purpose. Infinitive of purpose عندنا الانفينيتيف to والمصدر to والمصدر من الفعل. So we use to plus infinitive to express purpose. بنستخدم to والمصدر من أي فعل علشان نعبر عن الغرض. And to say why someone does something. وعشان نقول ليه شخص ذا بيفعل شيء ما. إيه سبب اللي بيخليه يعمل الحاجة دي. So for example we have she went to town to buy a dress. هي راحت المدينة لي to buy. علشان تشتري فستان. فهنا استخدمنا to والinfinitive أو مصدر الفعل اللي هو buy. We have another example. He bought new sneakers to wear for playing football. هو اشترى كوتشي جديد. طب ليه بقى اشترى ليه? ليه السبب? ليه الغرض? ايه الغرض منه? To wear ليرتديه for playing football وهو بيلعب كرة القدم. I went to the hall to get my coat. I went to the hall to get my coat. أنا رحت للصالة علشان آخد الكود بتاعي البالتو بتاعي. سو السبب ايه او الغرض ايه? To get, yes, الانفينيتيف اللي هو مكون من to والمصدر. I wore a جلابية to stay cool. I wore a جلابية to stay cool. انا لبست جلابية علشان افضل
يعني منتعش كده، حاسس بانتعاش مش حاسس بأي حر. So we have studied infinitive of purpose. Infinitive of purpose ده اللي هو الفعل في المصدر بيطبقه to أو to مصدر الفعل علشان express purpose، تعبر عن الغرض أو سبب فعل الشيء، and say why someone does something، وتقول لماذا فعل شخص ما شيء ما أو فعل ما. Now in exercise 6, circle the correct words. هتعملوا دايرة على الإجابة الصحيحة. Number 1, I went to the library. Borrow or to borrow a book. Number 2, NG used a pen to write or write her essay. Number 3, Sharif bought a new suitcase. Take or to take on holiday. And number 4, Malak wears her sunglasses to protect or protect her eyes. دي أمثلة على ال purpose or infinitive of purpose or purpose of infinitive. هنحلها زي to مع مصدر الفعل. And this is for your homework. Now let's move to another exercise. Exercise 7, read and match. نقرأ ونوصل الجمل دي. Number 1, I bought some sunglasses. Number 2, we went to the park. 3, Hazim studied hard. 4, Basma went to the shop. And 5, they went to the library. In letter A, to play with our friends. B, to buy some bread. C, to finish their homework. D, to wear on holiday. And E, to get good grades. So, number 1, I bought some sunglasses and اشتريت نظارات شمس أو نظارة شمس to wear on holiday علشان ألبسها في الأجازة. Number 2, we went to the park. إحنا رحنا الحديقة. Why? ليه رحنا الحديقة؟ Yes, excellent. To play with our friends. عشان نلعب مع أصدقائنا. Number 3, حازم studied hard. حازم ذاكر بجد. ليه اجتهد في المذاكرة؟ To get good grades, excellent. Letter E. 4, Basma went to the shop. Basma راحت الشوب. To buy some bread, excellent. And the last one, they went to the library to finish their homework. علشان يخلصوا الواجب بتاعهم. Now let's move to another part in lesson 3. It's called the past tense أو زمن الماضي البسيط. زي ما احنا شايفين كده قدامنا في المخطط الزمني ده، عندنا هنا we have here today. Today ده اليوم أو الحاضر اللي احنا فيه حالا. طيب ايه اللي قبله؟ ممكن yesterday امبارح، last week الأسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت، 2 years ago من سنتين فاتوا، in 2017 سنة 2017، in 1985 سنة 1985. كل اللي فات ده اللي احنا لسه قايلينه سوا ده، دي حاجات في الماضي خلاص الوقت بتاعها انتهى، فالأحداث اللي فيها حصلت وانتهت وخلصت خلاص. So we are here and today. فأي حاجة فاتت من دول بقت في ال past tense أو زمن الماضي البسيط، اللي هو معناه بيعبر عن زمن خلاص الوقت اللي فيه خلص. زي امبارح مثلا، احنا خلاص ما بنتكلمش امبارح، احنا النهارده we are today not yesterday. تمام. الافعال اللي احنا عملناها امبارح، الحاجات اللي احنا عملناها امبارح، مثلا خرجنا، اكلنا، اتفسحنا، لعبنا، قرينا، ده كله خلاص انتهى. we're not doing that right now. احنا ما بنعملش ده دلوقتي. اوكي. سو زمن الباست تنس هو زمن من الأزمنة بيعبر عن الحاجات اللي حصلت وانتهت في الماضي. The past tense أو زمن الماضي البسيط is used for things that have already happened. بيستخدم للأشياء اللي هي تمت بالفعل خلاص انتهت. Past tense verbs often end in the suffix ed. احنا اتعلمنا في عندنا prefix اللي هي السوابق او اللي هو الحروف اللي بتيجي قبل الكلمات علشان تغير معناها، زي re بمعنى again، مثلا do redo، paint repaint، وهكذا. فدي اللي هو prefix. اما suffix بحاجات بتنتهي بيها الاشياء علشان تدي معنى
زي على سبيل المثال ال FUL على لما بنضيفها للصفات فبتدينا معنى full of مليء بيه زي beautiful, careful, helpful and so on. طيب أفعال زمن الماضي البسيط هي أفعال مميزة بتنتهي بال ED أو suffix ED النهاية ED. Although there are some other tricky words that change in other ways known as irregular verbs. طبعا احنا عارفين لكل قاعدة لازم يكون في حاجات مختلفة شوية عنها، مش كله بيتبع نفس الرول، لازم يكون في عندنا شوية أفعال مشاغبة ما بتمشيش على القاعدة دي وتقول لأ أنا مش هيضاف لي الإيد دي في أكلي، أنا شكلي هيتغير. الأفعال دي اسمها irregular verbs. Irregular verbs أو الأفعال غير المنتظمة. نشوف مثال كده. I play football اللي هو أنا بلعب كورة. طب لو أنا لعبت كورة امبارح هقول I played football yesterday. I played football yesterday الفعل اللي هنا play يلعب ضفناه له ed فمعنى كده play has already been done so it in the past tense and has the ed suffix لأن خلاص أنا خلصت اللعب وانتهيت منه فالفعل خلاص تم فأنا بحطه في زمن الماضي البسيط بضيف له النهاية ed فبيتحول من play ل played. Another example, Sally sang her favorite song. Sally sang her favorite song. ده sing هنا is changed into sang. اتغيرت. دي المفروض sing يغني. Sally غنت أغنيتها المفضلة. طب أنا ليه ما ضفتش في sing ED؟ لأن sing هنا ده من الأفعال المشاغبة اللي هي الـ irregular verbs. أفعال غير منتظمة ما بتمشيش على القاعدة بتاعة الـ ED في نهاية الفعل. وقالت أنا بغير شكلي من الـ present للـ past. Now in the pronunciation, in lesson 4, the elves and the shoemaker, exercise 1, look, say, and math. We have 3 photos and 3 sentences. عندنا 3 صور وثلاث جمل عليهم. Number 1, yesterday I played football. Number 2, yesterday I walked in the park. And number 3, yesterday I tidied my room. So, look, say, and match. Number 1, yesterday I played football. هتتوصل بأي صورة. Yes, bravo, with letter C. Number 2, yesterday I walked in the park. Excellent, letter A. And the last one, yesterday I tidied my room. Letter B, bravo. I have a question for you. عندي سؤال ليكم عن اللي احنا لسه متكلمين فيه من شوية. What do all these verbs have in common? إيه المشترك بين كل الأفعال اللي هتظهر قدامنا دي؟ Arrive, walk, start, use, talk, study, wait, end, want, thank, and try. تفتكروا ايه المشترك في مجموعة الأفعال دي؟ Yes, excellent. And we have also travel. So all these verbs are regular verbs. يعني كل الأفعال دي أفعال منتظمة. يعني ايه منتظمة؟ بتمشي على القاعدة وبتسمع الكلام مش مشاغبة. فمعنى كده all these verbs are regular verbs. That means that to make the past simple we use an ed ending عشان احولها من زمن المضارع للماضي بضيف لها بكل بساطه الاي دي اللي اتفقنا عليها. على سبيل المثال عندنا فعل present. Present يقدم or sorry in present and past في زمن المضارع وفي زمن الماضي. طيب عندنا فعل زي walk. Walk في الماضي هنضيف له ed هيبقى walked. Walked اهو كتبنا ed. طيب want, wanted, excellent, try, tried. ليه؟ لأن قلنا إن دول regular verbs أفعال منتظمة بنضيف لها ed لما بنحولها من المضارع للماضي. بس خلي بالكوا كده walked, wanted, tried, walked, wanted, tried. هل أنا نطقت الدي في الثلاث أفعال دي نفس النطق؟ هنشوف كده.
ED can make different sounds. ED ممكن يكون ليها أصوات مختلفة. Sometimes it sounds like id. بعض الأحيان ممكن نسمعها زي صوت id. Id. Sometimes it sounds like d. D. ممكن في بعض الأفعال نسمعها بصوت الد بس. And sometimes it sounds like t. 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 صوت الت. So, how do we know when to use these different sounds? إمتى أنطق الإد إد وإمتى أنطقها د وإمتى أنطقها ت. Let's learn. يلا نشوف. بيقول all these ed endings made the id sound. كل الأفعال اللي قدامنا دي بتعمل نهاية الإد أو صوت الإد في نهايتها. Can you get the rule؟ يلا كده نشوف ونخمن إيه القاعدة. زي started, wanted, ended, pointed, edited, and needed. Listen. Start. Started. End. Ended. Edit. Edited. Want. Wanted. Point. Pointed. Need. Needed. طيب أنا هديكم a hint. Look at the last letter of each verb. يلا نبص كده على آخر حرف في كل فعل. عندنا هنا start الأساسي أخره T. Want نفس الكلام T. End أخره D أو D. Point أخره T. Edit أخره T. Need أخره D. أنا ببص على الأفعال اللي هي الرئيسية أو الشكل الرئيسي للفعل قبل ما أضيف له الإيد. طيب لسه برضو. طيب بص بقى معايا. If the verb ends in T or D or T or D sound, لو الفعل الأساسي انتهى بصوت الت أو الد, the ED endings make the ID sound. النهاية ED وتعمل صوت الإد لما نيجي ننطقها. This adds one extra syllable. Now practice the words. بتدي مقطع إضافي للفعل. يلا نشوف كده الكلمات تاني. يبقى عندنا start أهو انتهى بالت sound صوت الت. بعد ما ضفنا له الإيد بقى started. Started. Want. Wanted. End. Ended. Point. Pointed. Edit. Edited. Need, needed. Okay, the next rule. Now, put your hand on your throat. يلا كده نحط ايدينا على زورنا. And try saying these sounds. يلا نسمع الأصوات ونقول معاها. E. D. تاني نسمعها مرة كمان. E. D. Can you feel your voice box vibrate? سمعين كده ال vibration الاهتزاز اللي حصل في زورنا؟ Yes, of course. طبعا كلنا حسينا ب vibration في زورنا واحنا بننطق الأصوات دي. طيب try saying these sounds. يلا كده نقول الأصوات دي نسمع ونقول معاه. تاني. حسينا بأي vibration هنا؟ Can you feel any vibration? No. يبقى في مجموعة الأصوات الأولى حسينا بصوت vibration وتاني مجموعة ما كانش فيها. طب إيه السبب؟ All these ED endings make the T sound. Can you get the rule? بص كده على الكلمات دي. لما بضيف الإيدي ليها أو الأفعال دي لما بنضيف لها الإيدي بتتنطق صوت الت زي talked, walked, helped, matched, missed, placed.
اوكي، هنخلي برضو ايدينا على زورنا واحنا بنقول listen and practice. Talk. Talked. Walk. Walked. Help. Helped. Match. Matched. Miss. Missed. Place. Placed. Okay. إيه القاعدة؟ If the verb ends in a sound that doesn't vibrate your voice box، لو الفعل انتهى بصوت ما بنحسش فيه the vibration في زورنا، we use the ta ending، بننطق الـ ed ta. Okay، this adds no extra syllable، دي ما بتضيفش أي مقاطع تانية للفعل. Talk. نشوف اللي بعدها، all these ed endings make the da sound، كل النهايات دي بتعمل صوت الده للـ ed، زي used or sometimes we pronounce it used. Okay، if we لو احنا قلنا الاس هنا ز هيبقى used، ولو نطقناها اس هتبقى used. Studied، traveled، tried، played، listened، filmed، كل الأفعال دي ما حسناش بأي vibration. Listen. Use. Used. Study. Studied. Travel. Traveled. Try. Tried. Play. Use. Used. Study. Studied. Travel. Traveled. Try. Tried. Play. Played. Listen. Listened. Film. Filmed. So the rule here, if the verb ends in a sound that vibrates your voice box, use the ed ending and this adds no extra syllables. دي في الأفعال دي، لو الصوت الفعل انتهى بحسينا بفايبريشن في زورنا واحنا بننطقه، هنستخدم الده ending، هننطق الed بصوت الده، ومش هيضيف أي مقاطع إضافية للفعل. Now can you put these verbs in the right category؟ هتعرفوا تحطوا الأفعال دي في التصنيف المناسب ليها؟ هل أنا نطقت الـ D أو الـ ED اللي في آخرها ده أو إد أو تا؟ Yes، برافو عليكم، and this is for your homework، دي واجب ليكم. Now let's move to the second part of the session، listen for the elves and the shoemaker. Look at the words in bold in the text. What sort of words are they؟ عندنا بعض الكلمات اللي قدامنا أهي، عايزين نعرف ايه الكلمات دي او نوعها ايه. We have kind, honest, poor, happy, tired, beautiful, amazing, delicious. Kind، عطوف او لطيف. Honest، امين. Poor، فقير. Happy، سعيد. Tired، متعب. Beautiful، جميل. Amazing، مدهش. Delicious، لذيذ. So all these words are adjectives. Yes، bravo. صفات بنستخدمها لوصف أي حاجة إحنا بنحس بيها. If we are kind or honest or poor or happy، صفات بنوصف بيها الأشخاص. And we have also new، جديد. Okay، مش شرط أشخاص بس، إحنا بنوصف بيها الكلمات عموما. في حاجات فيها بنوصفها الأشخاص، حاجات للأشياء، ومثلا زي الطعام زي اللبس وهكذا. Now listen and read who made the shoes every night. مين اللي كان بيصنع الأحذية كل ليلة؟ Once upon a time a kind and honest shoemaker lived in town with his wife. Once upon a time، في يوم من الأيام، a kind and honest shoemaker، صانع أحذية،
لطيف وأمين lived in town عاش في المدينة with his wife مع زوجته. They were very poor but they were happy. They were very poor كانوا فقراء جدا but they were happy ولكنهم كانوا سعداء. The shoemaker worked hard. The shoemaker worked hard عمل بجد واجتهاد. But he had no money. But he had no money ولكن ما كانش معاه فلوس. One night في ليلة the shoemaker was in his workshop. The shoemaker was in his workshop كان في الورشة بتاعته. صانع الأحذية كان في ورشته. Oh dear يا عزيزتي بيكلم مراته أو زوجته. I have only enough leather for one more pair of shoes. I have only got enough leather for one more pair of shoes. أنا عندي جلد يكفي بس علشان أصنع زوج من الأحذية. زوج واحد بس من الأحذية. But I am too tired to make them tonight. But I am too tired to make them tonight. ولكني متعب جدا علشان أخلصهم النهاردة. I'll cut the leather now. أنا هقص الجلد دلوقتي. And make the shoes in the morning. And make the shoes in the morning. وأصنع الحذاء ده أو زوج الأحذية ده في الصباح. The shoemaker cut out the leather and went to bed. The shoemaker cut out the leather and went to bed. قص الجلد على قد الحذاء وذهب للنوم. We have the verb cut. Cut ده من الأفعال المشاغبة الirregular verbs اللي ما بتتغيرش ما بين المضارع والماضي. لأنها لو كانت في المضارع كان لازم نضيف له إس لأن هنا الفاعل مفرد الشوميكر. فهنا دي كانت اللي هو قصها في الماضي. So the shoemaker cut out the leather, قص الجلد, and went to bed, وذهب إلى الفراش, راح ينام. The following morning, في الصباح التالي, ثاني يوم الصبح, the shoemaker couldn't believe his eyes. The shoemaker couldn't believe his eyes. ما كانش مصدق عينه. He called to his wife to come quickly to the shop, to the workshop. He called to his wife to come quickly to the workshop. ندى زوجته قال لها تعالي بسرعة على الورشة. Look at these shoes. Look at these shoes. بص كده على الحذاء ده. Said the shoemaker. There on the table was an amazing pair of shoes. There on his table was an amazing pair of shoes. على الترابيزة كان في زوج من الأحذية شكله رائع. They are beautiful. شكلهم جميل جدا. Did you make them? هل أنت صنعتهم؟ His wife looked surprised. كانت زوجته مندهشة. No, my dear. لا يا عزيزتي. I didn't make them. He said. قالها لا أنا ما صنعتهمش. Then a man walked into the shop. Then a man walked into the shop. جه بعد كده راجل دخل المحل. And I've never seen such amazing shoes. He said. I have never seen such amazing shoes. هل أنا عمري ما شفت زوج من الأحذية جميل زي ده. Can I try them? Can I try them? أقدر أجربهم. He tried on the shoes. He tried on the shoes as whom they are perfect. They are perfect. مثالي. مقاسي بالضبط. He said and paid the shoemaker. فقال كده فاشتريهم ودفع الفلوس لصانع الأحذية. Quickly, said the shoemaker's wife. Quickly, go and buy some more leather. قالت له يلا بسرعة روح واشتري جلد جديد. The shoemaker went to buy some more leather. فراح صانع الأحذية يشتري جلد أكتر. When he arrived home, لما وصل البيت, the shoemaker's wife had made him a delicious meal. When he arrived home, لما وصل بيته, the shoemaker's wife had made him a delicious meal. صنعت له وجبة لذيذة. I'll just cut out the leather and then come and eat.
I will just cut out the lizard and then come and eat. قالها أنا بس هقص الجلد وهاجي علشان آكل. The shoemaker cut out the leather for two pairs of shoes. فقص الجلد اللي موجود اللي هو اشتراه علشان يكفي زوجين من الأحذية. And left the workshop for the night. وساب بقى الورشة بالليل. The following morning, الصباح التالي, the shoemaker and his wife were amazed to see two beautiful pair of shoes in the workshop. The following morning, the shoemaker and his wife were amazed to see two beautiful pairs of shoes in the workshop. ثاني يوم الصبح برضو صانع الأحذية وزوجته كانوا مندهشين لأنهم لقوا زوج من الأحذية جميل جدا في الورشة. فبيقولوا زوجته قالت We must find out who is making these shoes. We must find out who is making these shoes. لازم نعرف مين اللي بيصنع الأحذية دي. Said the shoemaker's wife, Let's hide tonight and see who is helping us. يلا نستخبى النهاردة بالليل في الورشة ونشوف مين اللي بيساعدنا. That night, في الليلة دي, the shoemaker cut out the leather and then hid. في الليلة دي صانع الأحذية قص الجلد زي كل يوم واستخبى. They were very surprised to see two little elves. كانوا مندهشين جدا لما لقوا اتنين من الجنيات. The elves started to make the shoes. بدأت الجنيات دي تصنع الحذاء. Soon, لاحقا, they had made two more pairs of beautiful shoes. عملوا زوجين من الأحذية الجميلة. We must thank the elves, said the shoemaker's wife. فزوجته قالت له لازم نشكر الجنيات دي. Let's make them new clothes. يلا نعمل لهم ملابس جديدة لأن اللبس اللي هم لابسينه كان قديم شوية. The next night, ثاني يوم بالليل, the elves found their new clothes. الجنيات لقوا الهدوم الجديدة بتاعتهم. They were so happy that they danced around the workshop before sitting down to make more shoes. كانوا سعداء جدا لدرجة إن هم كانوا بيرقصوا من فرحتهم في الورشة قبل ما يقعدوا علشان يعملوا الأحذية الجديدة. Soon, لاحقا أو بعد كده بقى, people came from all over the land to buy the shoemaker's shoes. ومن ناس من جميع أنحاء البلد علشان يشتروا أحذية من عند صانع الأحذية ده. He and his wife weren't ever poor again. خلاص هو وزوجته ما بقوش فقراء. And they lived happily ever after وعاشوا حياة سعيدة. So, who made the shoes? مين اللي كان بيصنع الأحذية؟ Yes, excellent. The elves. الجنيات. Now I have a quick homework for you. واجب كده سريع لنا. بأي برنامج QR scanner على الموبايل. نقول لبابا وماما ينزلوا من البلاي ستور. هتعمل سكان للكود اللي قدامك ده. هيفتح لك تمرين بسيط جدا هتحله. وهتسجل اسمك وانت قبل ما تحله. وان شاء الله تتبسط. And that's all for today. I'll see you again another day. إن شاء الله دي كانت حصتنا النهاردة. إن شاء الله أشوفكم في حصص جاية كتير. كنت معاكم مسز دينا مسلم. وبتمنى لكم النجاح والتوفيق.